طيب ناخد معانا نانسي من القاهرة. صباح الخير. الو، ايوه صباح النور، اهلا بيكي، حضرتك انا عندي استفسارين. اتفضلي. طبعا اتفضلي. بالنسبه للبشره، انا بستخدم صن بلوك، بس هو عمل ليا زي تبريد كده في الخدود كلها، يعني تمام. هنا وهنا، سمار سمار جامد جدا، كنت عايزه اعمل تقشير طبيعي. تمام. والحاجه الثانيه بالنسبه للشعر، هو بيطول لكل حاجه بس خفيف، خفيف مش فيه خفيف كثافه من معديه زي الجذور كده. تقصدي؟ ولا كثافته قلت؟ لا، هي كثافته قلت صراحه. قلت، اوكي تمام، لكن طبيعي في الجذور، خلينا نحدد. حلو، حاضر، من عينيا الاثنين. حاضر، ميرسي، شرفتينا يا نانسي. طيب هي بتسال، اول حاجه بتستخدم صن بلوك، والصن بلوك ساب لها اثار سمار في ناحيه الخدود كده. لا، هي ممكن تكون بتستخدم صن بلوك، يعني براند مش ماتشنج مع بشرتها. لازم تختار صن بلوك يناسب بشرتها، سواء دهنيه سواء جافه، ونحطه كل ساعتين. يعني كل صن ساعتين، بلوك حتى لو مكتوب عليه ان هو بتحط مره واحده او بتحط كل 4 6 ساعات، لا، هو لازم كل ساعتين تحطه. هي بتحطه والافكت بتاعه بيروح، فبتدي بعد ساعتين تسمر. تحطه على كل وشها طب ورقبتها. العلامات اللي سابت لها اثار دي تحلها ازاي يوميا؟ ممكن زيوت بقى، نبتدي نشوف نعمل ميكس من الزيوت التفتيح. هتبقى جل صبار، زيت لوز حلو، وزيت ليمون، ده زي سيرم كده بتدهنه على بشرتها كل يوم بالليل. وطبعا الحاجات القويه جدا كريم لبن الجمل وكريم الكافيار. كويس جدا. عندنا السؤال التاني بقى، بتقول شعرها قلت كثافته، الشعر اللي قل كثافته يبقى حله ايه؟ هو برضو زي ما قلت لك، الشعر مشكله، الشعر مشكله، هي عنايه، سوء عنايه مننا احنا. ممكن تكون بتستخدم سشوار كتير، بيبي ليس كتير، ممكن طريقه الحجاب تكون غلط، مش بتلبس حاجه قطن، بتشد شعرها لورا، كل الحاجات دي دي مننا احنا. نحاول نشوف دايما الغلط اللي انا بعمله ايه وابتدي اغيره. كويس. واهم حاجه استخدم فرشه طبيه، ده مهم جدا جدا، لان هي بتقطع الشعر، والبلاستيك بيعمل شحنه كهربائيه مع الشعر. طب الفرشه الطبيه تجيبها منين؟ من اي صيدليه؟ بتبقى عباره عن حلو جدا، من 35 45 جنيه. لا ما اقصدش الخامه نفسها، الماتيريال ايه؟ خشب؟ الفرشه الطبيه في منها بلاستيك بس يبقى طبي، طبي. وفي منها الخشب. تسألي طبعا الخشب بقى عليها لننسي، الفرشه الطبيه دي مبدئيا عشان تسريح الشعر، وتستخدم طبعا الزيوت زي ما قلنا، الزيوت. مجموعه الزيوت. لو هي عايزه شعرها يطول، هي بتقول تقريبا شعرها ما بيطولش. دهن التعبان من الحاجات اللي بتطول الشعر بسرعه جدا، كويس جدا، سريعه قوي في التطويل. بنخلط دهن التعبان مع 7 زيوت، بنعمل الاثنين ميكس مع بعض. اوكي، 7 زيوت، دهن التعبان مع 7 زيوت، مع دهن التعبان نعمل الاثنين. تعملهم ميكس كم مره؟ مرتين في الاسبوع، من 4 ل6 ساعات على فروه راسها. كويس. فروه الراس ما تكونش فيها دهون، تبقى يعني نظيفه، تكون مغسول. مبلول ولا ناشف؟ مش شرط، ولا مش مقياس؟ لا، مش يكون طري، مش طري. مش منادي يعني، لو انا غسلته علشان فيه دهون كتير، لا، انشفه بحيث ان الشعر من جوه، منابت الشعر بالذات تكون ناشفه، لكن اطراف لا، مش مشكله. تمام. طيب احنا في دلوقتي بنوته عندها 25 سنه، بتقول ان عندها قشره كتير في شعرها، وده مسوق حالتها النفسيه. تمام. هي 29 سنه، هي القشره ده حاجه من الامراض الجلديه، ممكن توصل لمرحله انها تمسك في الشعر، يعني أوكي. محتاجه ان انا مش شامبو بقى عشان تودي القشره، او محتاجه ان انا استخدم حاجه بس اغسل بيها تودي القشره، لا، ده انا محتاجه افرك فروه راسي كويس قوي، تنظف فروه راسها. من الحاجات الفظيعه جدا القشره وحشرات الشعر، زيت شجره الشاي. باخد وادلك بيه، ريحته حتى قويه نفاذه لحشرات الشعر مثلا الاطفال، سواء عنايه او سواء بتموت الحشرات دي. تمام. بالنسبه للقشره، بتحطها في فروه راسها وبتفرك فيها ساعتين اتنين، فبتطري القشره دي، بتخلي القشره تبقى يعني هشه، ما تمسكش في الفروه، فهمت؟ تفك من فروه. تمام. الراس. كويس. تفركها كويس جدا. كم مره في الاسبوع دي تعملها بقى؟ تعملها يوم ويوم وهي بتغسل شعرها، او يومين، 3 مرات في الاسبوع على الاقل، لحد ما القشره تخف بقى، تبدا مفعولها يخف. حاجه كمان ممكن مع ده، الكوبايه ميه كبيره جدا عليها معلقه خل صغيره في الشطف، بعد ما تخلص الشامبو والشاور تفركها فروه راسها كويس، وتخلي خل ابيض على كوبايه ميه، معلقه واحده على كوبايه ميه. طيب ناخد